والشريعة المستفاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. القائد محافظ ولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية بولاية المغير، نحتفل اليوم بذكرى استشهاد القائد محمد براس المتزامنة بتاريخ 27 ماي 1940. ها نحن اليوم في 27 ماي 2024 نحتفل بذكرى استشهاده، ذكرى استشهاد القائد الفذ البطل، هذا القائد الذي كرس حياته لجيل أو لصناعة جيل أو لتدريب قيادة ليقود الثورة وإخراج هذا المستعمر المستبد. نعم، إنها الحركة الكشفية في الجزائر،
الحريق شويه الجزائر بقيت تواصل ضربها وتواصل مسيرها مسيرتها الى يومنا هذا. هذه المسيره التي جاء من خلالها تخرج على يدها جيلا واجيال كثيره قادت الجزائر وكانوا اطارات في هذه الدوله. نعم انها الكشفيه. نحتفل اليوم بذكرى الشهيد محمد براس، هي ذكرى استشهاده لكن اردناها ان تكون عيدا كن نحتفل بها ونقول لفرنسا انت اعدمت القائد محمد براس لكن الكشفيه لم تمت وتبقى الجزائر حره مستقله. في هذه المناسبه نشكر كل من ساهم في حفلنا هذا وعلى راسهم السيد الوالي كذلك رئيس بلديه المغير وكل الشركاء الذين ساهموا في هذه، كما لا انسى اسره الاعلام التي كانت واقفه في التغطيه. في هذه المناسبه نقدم تهانينا إلى كل منتسبي الحركة الكشفية في الجزائر ومنتسبي الحركة الكشفية في ولايتنا ولاية المغير عبر 16 فوجا في 8 بلديات. نعم إنها الكشفية. وفي الأخير ختام نشكركم جميعا وبالتوفيق إن شاء الله.